ببینمون همه کجاییش هاو بسم الله اینا وای بخورید حياك الله استاذ عساك طيبة منورين ولا هذا المالية ده من هذا اللي قاعد هذا اللي مسكر دوا دوا واحد معلم من طالع من زين والله لو رجع للبار وش من بار والله هذا والله كل شيء زعيم بس هذا استاذ ناس جبران جبران مش شو يا ولد غشش غشش ايه هذا باختراقنا الوحية اشوركم يا جماعة اهل الطائف يا حلوين تعرفون مسينة جاية هنا تقولوا ليش صدق ليش يا مسعود انا يا اخي مو يا 20-30 طبعا في واحد والله شكله هي اللي عاطي لعطه من بيت ما جبت اسمه بس اسكت بس بس كنت حير سلطان محمد عيسى من فئة التمثيل اسمعوا تحية يا جماعة
نبدا مع شاهد. محمد ما شاء الله شكرا، شكرا على الطاقه الجميله وشكرا على الشو الحلو. بصراحه انا حسيتك ذكرتني ب يعني المسلسلات الخليجيه الكوميديه القديمه، ذكرتني بطاش مطاش يعني ضحكت وانبسطت وتسليت. ماني متاكده لو كان هو مشهد ولا كان هو سكتش، يعني ماني متاكده لو كان هو تمثيل ولا انه عندك كوميدي اكت، فحسيت اكثر هو سكتش يعني كوميدي. فما شفت القدرات التمثيليه اللي عندك، بس شفت قدرات الكوميديا اللي عندك وكانت مره حلوه ومره سليت فيها. الله يعطيك العافيه. الله يرضى عليكي ويشرف فيكي، وطبعا لجميع اللجنه انا احد ايضا ابطال الشرف في مسلسل وادي الذئاب التركي بشخصيه وشبي، واكثر من 8000 مسلسل باللغه التركيه و60 فيلم سينمائي. ايوه اكيد تركي؟ يلا مشهد. اوه بيجان جان سن اللي بقى مش هيكون شغل يا ليه ده اسم يوسف؟ اوه بيجان سنة كوربا. الله الله بدا ايه كم يا سنة بسم الله هي الله الله بدا ليه تك يوسف؟ اتك سنة برضا جزان السنوات برضا بقى تبا تبا نيسا باشك بشي استيوصل هم فاندي شاهد هم شو نعم؟ انت هلا ما اديني اتكلم تركي؟ شو بساوي فيكي؟ لا اله الا الله. سامحونا تفضل. يعطيك العافية. الله يعافيك. ما شاء الله تبارك الله، طاقة عالية، حضور قوي، وعندك حضور وعندك قوة تفاعل مع المحيط والأدوات اللي حولك. أكيد. وهذا شكرا. ما شاء الله أنت خبرة يعني زي ما من عام 1990. من عام 1990 إن شاء الله. إيه. شوف بصراحة لما اعطيتنا المشهد اللي بالتركي إيه؟ انا ماني فاهم ولا كلمه، لكن واصل لي الاحساس، احساس قوي جدا. الله يسلمك. وحسيت اني فاهم. ما شاء الله كم عمرك يا محمد تقريبا؟ كم تدي؟ ها؟ 19 يقولوا الشباب. مين؟ يقول لك تلعب ناشئين بالاهلي. لا لسه توني بحاول اني اشوف هالكوره دي. لا انا عمري من اعمال الله، العمر ليس الا رقم يكتب، وانما ما قام الانسان به انجاز فهو عمره. انا انهي جميع الاجازات وجميع اوقات النوم يعني يصير 30 ممتاز. لا ما شاء الله تبارك الله، في عندنا في شويه نقص كوادر في الاعمار اللي في جيلك تقريبا، نقص كوادر عندنا في الساحه. نعم. فما شاء الله يعني اتوقع اليوم انا مبسوط جدا. الحمد لله ما تعرف مبسوط بالله، ما تعرف بالله انا محمد وجاهد ما تعرف كبير الثالث. ما تحدث معي انت بعمر بتكسبني. طيب يعطيك العافيه، لانه اغلب الناس الى الان يبغوا يعرفوا انا عمري كم، وانا لا ما اقول لهم الله اعلم. ما في مشكله، بس واضح انك مخضرم. الله يسعدك ويسعد ايامك. يعطيك العافيه مؤيد. ناخذ شكرا استاذ كيف وسامح الكتاب. تفضل اول حاجه انت حاضر. شكرا. يعني ايش بدي اضيف ما شاء الله لزمايلي، بس للامانه انت رائع وعندك طاقه ما شاء الله عاليه، حضورك جميل، احسك مسرح اكثر، يمكن عشان الانرجي عندك عاليه والصوت ما شاء الله جبار. بس مره حلو انك تتكلم مع لغات غير التركي. ايش تتكلم؟ English. I think so. I think so in English. Okay. Meow is yes. Meow is no. Yes. You already got it. Meow. No, it's a little bit English again. No, no. Abko Urdu bhi jante hai. Thora kare Turki bhi nahi. Aaj kare Urdu. No. Perfect bhi nahi. Thora bhi ya. Abhi mushkil ki bhi kabi. Ki kabi ki bhi hai. Mamma, ye kabi kabi India hai. كيف تعلمت؟ هذه من الصغر يعني كيف تعلمت؟ اوكي اردو اقول يعني لانه حوالينا في المحيط وكانوا موجودين معنا مره كثيرين. نعم الواحد دائما بالممارسه ودائما طبعا حسب فيكم كذا ككلمه معينه، مثلا في بعض اخواننا من الحبايب اصبحت الان لا تجي تنفجر او تكون فيك شوك صدمه اذا انت في عمليه السي في اسالك راعي سواء كان مسرح او ذا او ايضا عمل آلي يقول لك كم لغات تعرف. فالان معرفه اللغات، تعلم كان لغات ضروريه جدا جدا في عمليه التطوير في جميع القطاعات. صحيح. صح.
لايف كوتش تطلع على المسرح دائما لايف كوتش محاضر جامعي محاضر ما قلت انا قايله انا صراحه انا وايد بكره في المسرحيات موجوده كانت لا بس يبان سبحان الله محاضر جدا فخورين صراحه ان احنا عندنا انا الشرف والله ممثلين رائعين كذا يعني انا جدا فخور بطبعا ام سي لانه فعلا كنت بخش في ام سي كثير لكن امور معينه واصحاب معينين منعوني انه اوصل لام سي الصراحه لا شوف هذه الاشياء سبحان الله في الاخر ربنا هو اللي يخلي لك الوقت الصح هو من فوق يجيب لك الوقت الصح في اليوم الصح في يكون عمرك الصح في دخول المكان الصح هذه الاشياء كلها مكتوبه من فوق فما في ولا احد سوى لك شيء صدقني ربنا حيعطيك نو اي نو اي نو some people okay he don't want to be from someone to be grow a bit of that him صدقني جاي اجمل اشتغل على نفسك اكثر ما شاء الله نشوفك قريب زي ما قال طيب نحن نحتاج للفئه العمريه هذه يعطيك العافيه الله يسعدك رايح السريع كذا سلطان على السريع اول شيء يعطيك العافيه ما قصرت صراحه العرض جميل جدا حضور جميل حضور رائع متمكن يعني واضح الخبره مبينه بس دائما وابدا كل واحد راح ياخذ رزقته بوقتها فسبحان الله ممكن هذا وقت رزقتك زيد فبالتوفيق ان شاء الله يا رب ومنها الاعلى يا رب يعطيكم العافيه يعطيك العافيه محمد عيسى وعلى حضرتك الكريم ثانك يو فور اول برو ثانك يو فور ميسي ثانك يو اي ويل سي يو اجين هابي إستنبول تنشكر ديروك في أمان الله وشكرا لكم.